أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. من كل ما سألتموه اجعل هذا البلد آمنا واجنبني ربني أن نعبد الأصنام. إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أنساني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا يغيب الزرع فجأت بيتك من الناس تبيده فجوا من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى. أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل وأن تكونوا أحسنتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعل بهم وضرب لكم رجاء لقد مكروا مكرهم ألف لام ر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يكفروا
من دعوه عينه بأمر الغزاة وما يعلمه ما أهلكنا بما يأتينا ولا كتاب معلوم تصبيغه من أمة أجلها وما يستغفرون قالوا يا أيها الذي رجل عليه الدين إنك لميت ثم تأتينا إلا بالحق وما كانوا إذا مُنذرين نحن نزل الدنيا وإنا له لحافظ ولما أرسلنا من قلبك في شيء أولي وما يأتي من رسول إلا كانوا به يزدهون كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به معايشة ومن رسول له براجعين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما تدبير بقدر معلوم أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ما أخزيناكم وما أنتم له بخازنين إنا نحن نجيب ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين والجنة خلقناهم من قبل من نار السموم قال ربك للملائكة اللي خالقهم والجنة زلزال من حمى مسموم فإذا سويت ونفخت في الروح لبشر خلقته من زلزال من حمى مسنون فقل لنا فإنك رجيم عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب خاطبي إلى يوم الرجل فإنك من المنذرين كافرات المنون قال رب بما أويتني لأزين لك في الأرض ولأوينه بالمهين إلى تكمل المتقين في جنات النعيم ادخلوها بسلام آمنين ونجعنا ما في صدورهم من غل رضوان على سرر المتقابلين ولا يمسهم فيها مسا وما هم من آل مخيم عبادي أنبياء وغفور رحيم عذابي هو العذاب الأليم وأضيف إبراهيم قال إنا منكم أجلون لا تنكر إنا نبشرك بغلام حليم ألا بشرتموني أم مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن يا والدين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا قال فما خطبكم أيها المرسلون فأتينا كانوا بهم خلقا فأتينا بالحق وإنا لصادقون فأتينا
بقطع من الليل واتبع أدبارهم ورايا أمر الله فلا تستعجلوه سبحان الله أمر الملائكة بالروح من أمري يا من يشاء من عبادي والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك ما يتبعهم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ونادر لكم في الأرض مضطرب وتستخرجوا منه حلية تلبسونا وترى الفلك مواقف فيها لتبتغوا كيف لي ولعلكم تشكرون
ومن غير الذي فات الله بنيانهم من الغوائد فقر عليهم الزمن الواقف عذاب كذاب من حيث لا يجرى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فأروا سلما ما كنا نعمل من سوء إلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولله دار الخلد أعطوا عن لي يدخلون تدري ما تأتي لنا لهم فيها ما يشاءون لبيت الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أن يأمر إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل الرسل إلا البلاء والوبيل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم أو يأخذهم مرات الله فإنهم مغيرون
إلى ما خلق الله من شيء تتفيأوا إلى ما في السماوات وما في الأرض من الأبد والملائكة وهم لا يذهبون رحمهم يبغيهم ويفعلون ما يؤمرون فهل لا تتخذوا إليه إثنين إنما هو إله واحد فإياه يرحمون ما في السماوات والأرض نصيبا مما رزقناهم الله الذي سلمنا ما فاتنا ويجعلون لله البنات جبانه ولهم لا يجعلون إذا بشر أحدهم بهم ظل وجهه مسدا وهو كثير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ضرب الله مثلا عبدا مملوكا
من لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق به لا يقدر على شيء وكلنا مولاه أينما يوجهه لا يأتي بغيرها يلتويه ومن يمر بالأجر وعلى صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر ساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء لا تلمور شيئا وجعل لكم السماء والأبصار ولكن تتلهم الأشجار وخلق الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إمامتكم ومن أجوابها هذا الهدى تتمرد عن الله وجعل لكم مما خلق ديارا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تغيكم الحر وسرابيل تغيكم بأسكم كذلك شركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين هم ندعو من دونك وهو إليهم يقاوم إنكم كاذبون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزل عليك الكتاب إبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وأنجاكم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما ترحلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما فتزل غدا بعد ثبوتها وتذوق السوء بما سددت عن سبيل الله عذاب عظيم لا تستروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله I'm
إنما يعلم بشر الإنسان الذي يحجون إليه يا جميل وهذا لسان عربي طويل لا يؤمنون بآيات الله إلا يقيم الله وهو لا نؤمن إنما يدري الكذب الذي لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون كفر بالله من بعد إيمان إلا من أغري وغلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما جرى بالمؤمن الأمان وظلوا من الله ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأنما لا يدوا بالنار أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك لبعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتربى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله تعالى فأمالها تجرب الخوف بما كانوا يزعمون جاءهم بصور بما تكلموا فلا ولهم عذاب ظالمون مما رزقكم الله الخنزير وما أهل بغير الله وما أهل لغير الله فيها ولضر غير بار ولا عدا فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام حرمنا ما قصصنا عليك بهم عملوا ما دلنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوه بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تكن في ضيق مما يفعل Ah.
الذين اتقوا الذين امنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا وإن سأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يحمدهم الله جميعا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يحمدهم الله جميعا الإنسان بالشر يدرى وجعلنا آية النهر مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فسرناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث الرسول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها يا ما نشاء لمن نريد زمنا جانا لأنما يفعل ومن أراد الآخرة وسوى لها سيارة ممرة أولئك كان سيهم مجنون كلا نمد هؤلاء Yeah.
براحتهما إلى عنقك ولا تبتدى كل فرز فتح ولا حبيب مرسول ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويطير إنه كان في بلده غير مزيد لا تدروا أولادكم غزت إملاق نحن نرزق بالحق ومن قتل مظلوما فوجهنا بولي والأرض وما فيهن وإن ما شاء إلا يسبح بحمدها لكن لا تقوم تسبيحا إلا حبيبا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين آذانهم مرحبا
يغور التي هي أحسن إن الشيطان يهزم بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا قبيلا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أيهم أقرب ويدعون رحمته ومغفور عذابه إن عذاب ربي كان محظورا وإن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة المنونة في مراد من يهوض فما يجد من لدنا جميعا وما للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة فاتركن ذريته إلى غيره فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء قد جزاء موضوع واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدلم عليهم بخيلك ورجلك وجاركم بالأموال لكم في تارة نرى فنرسل عليكم عاقبا من الريح فنرسل بما كبت ثم لا تجد لكم علينا في تميرا كلمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه فلا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فأهل أهل الأعمى وأهل الجميل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أخفينا الرسلنا فلن تجد لسنة لا تمين أخذ الصلاة لدلوك
الشمس إلى غسق الليل حول الفجر نورار الفجر كان مجهولا الليل فتهجد به نافلة لك عسى عيبتك ربك مقاما محمود رب أدخلني مدخل صدق وأخذني مخرج صدق وجدني بلة كثرة جاء الحق وجاء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ربي أجود إلا بشر رسول أمر الناس أن يؤمنوا إجاهم أمر دائما أباكم وما ظلاه بشر رسول ولن جاء بالأرض ملائكة يمشون ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا ونورهم وسما مراهم جهنم كلما حمدناهم خير ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل الله إلا في باب الدار إلا بقى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إلا لأمسكم حجة الله وجعل الإنسان قدرا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذا جاءوا وقالوا لهم إني أظنك يا موسى فسأل قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون فسأل قال أنت بالزهم الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم
وهم يخرون للطاهر سجدا للأذان يا مبارك الله أودعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجب بزلاتك ولا تغافل يا أبدع بين أدابك سبيل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقد منه ذنبيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل ويبشر المؤمنين الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي وفي بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأخذ أيها يا رجل يا رجل
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا اقضوا عليهم بنيانا الرب أمن في قال الذين حلفوا على أمرهم أن أتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمون إلا قليلا ما تبار فيه إلا بها لا ولا تستطي فيهم من معنى ولا تغلن بشيء غير ذلك إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت كهفين ثلاثة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به ما لم يدره بولي ولا علم في حكمه أحدا قل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل بكلماته يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع ومن شاء فليكن تنال الظالمين نارا محاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالنور يجب وجوه في سجلا مخصاءت مرتفعا إن الذين آمروها من صالحات إلا لا نضيع أجر من أسعى عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وزمر متكئين فيها على أرائك من ثواب العشرة والخزاعة وقل لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين ثمر فقال لصاحبي وهو يحاول أنا أكثر منك مالا وأحج نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تريد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا رددت إلى خيرا من جنتك ويسر علي اسمع ربي السماء يرد يدي الى السماء ويصبح هارها وكما تسمي انهم ظلما وجيء بتقله فاصبح يغلب كفيه على ما انفق فيها ينصرونه بدون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير الثواب وخير الحكما وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إنها
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدعو الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ترى الأرض باردة وعجبنا ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فزادتم أن نجعلكم موعدا أوفى الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أنت وجدناها من حادثة فلا يزلك حقك أحدا ويقول أهل الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء خلق السماوات والأرض على حق مجيب وما كنت من تغير مذلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا فأنا سجيب لهم وجعلنا بينهم مغفرة ورأى المجرمون النار فلم يجدوا مغفرة ولم يجدوا عنها مصرفا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أدرجه جدلا أمر الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم النار يوم الدين أو يأتيهم العذاب قدرا وما نزل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلا فلن يهتدوا إذا أبدا ربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذهم بما كسبوا فأجل لهم من العذاب اللهم أغفر لن يجدوا من دونه مولى مع بينهما نسيا حوتهما ودعا سبيلا في البحر سلاما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لعلقينا في سفرنا هذا نسوا أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكر واتخذ سبيلا فلا تسألني يا حبيبي أنت لك من غيره فانطلق غطى إذا ركب في السفينة غرقا قال أنت لك من غيره قال ألم أقل إنك لن تستطيع
استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا بيعها فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويسترجعا كنزهما رحمة من ربك وما حتى إذا ساوى بين الصدفين غارا فخور حتى إذا جاء غارا أعطوني أرحلي أدهن فضعوا وليدر قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي غايب عبد الله ما
ربي لنفد البحر قبل أن أفد كلمات ربي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء وسلم وزد وبارك.